بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع رئيس مهندس الشباب عايزين نبدأ نرسم الأيزومتريك للثلاث نساق دولت. عشان نرسمهم طبعا محتاجين أبعاد دايمنشن، فهجيب الدايمنشن للإليفيشن لأن هو أهم مستوى عندي. وقلت قبل كده إن أنا عشان أرسم أيزومتريك لازم أجيب أهم مستوى وأحوله 3D وبعد كده أبدأ أشتغل عليه أنحت فيه يعني. تمام يا شباب، تمام. ده كده كله على بعضه كام؟ 34. ده كده كام؟ 12. عندنا هنا الدايرة دي كام؟ 11. يعني الدنيا كده بقت تمام. طيب العرض بقى والمسافة الدخول ديت دي كمان 12. العرض ده كام؟ 22. الفتحة دي 10. العرض ده كله على بعضه 32. طيب نتوكل على الله ونرسم الأيزومتريك. فببساطة كده خالص نجيب المثلث 30 60، أرسم خط بزاوية كده 30 يمين. الرسمة دي مرسومة في الشمال فأنا هرسمها في اليمين طبعا. الطول ده كله على بعضه 63، يبقى 63. الارتفاع ده 26. العرض ده 32. تمام يا شباب. طيب هنا دي عند ال 34 هيبقى الخط دوت المستوى بتاعي، يعني هنا عند ال 34 المفروض ان هنا هيبقى في خط. وهنا همشي كده 30 60 عشان اخد الجزء ده والجزء ده. تمام. طيب دي 32 ودي 22، يبقى الفرق 10، يبقى دي 5 و5. يبقى المفروض هنا كده 5 وهنا 5. الشكل ده ميفكركش في حاجة، واخد بالك؟ دي 120 ودي 120 ودي على بعضيها 120. ماشي. المهم يعني الكلام ده مهم انك تبقى فاهمه وعارفه كويس. 120 120 60 60 عشان تبقى فاهم الزوايا بتاعتك. طيب المهم في الآخر خالص هاخد ده كده 30 60 واخد ده كده. بعد كده هقطع الخطوط الزيادة تمام. طب ادي الخطوط الزيادة، الخط ده مفروض مش هيبقى موجود، خلي الرسمة كده معانا. الخط ده خلاص المفروض برضه هيتمسح، مش موجود. ده كذلك، ده كذلك، ده كذلك، ده كذلك. نمسح الدايرتين دولت. نوضح الشكل بقى، بقى عامل ازاي، وصلنا لفين دلوقتي يعني. انزل من الخط الرئيسي كده، امسح خطوط الزيادة اللي هنا. تمام يا شباب، ده كده أصبح إيه الجزء دوت. عايزين هنا نطلع الجزء بتاع الدايرة ديت. فالدايرة دي موجودة عند 11. نص قطر 11. عندنا هنا خط ماشي كده،
فكرت ماشي كده. لما نوصل قطر 11 انا قلت طبعا عشان نرسمها المفروض ان احنا بنعمل مربع عشان نقدر نرسمها كويس. فمؤقتا دلوقتي بس على ما اخلص الرسمة هسيبها بالشكل ده عشان بس تبقى فاهم الفكرة يعني. لغاية ما اخلص باقي الرسمة خالص بعد كده ابدأ اروح الاحقاد اللي انا عايزك تتعود عليه عشان الامتحانات وعشان الوقت. طبعا هي اصلا سهلة جدا بس ايه بتاخد وقت شوية يعني عشان الدوائر. طيب دي كده مثلا الدايرة المفتوحة اللي هناك ديت. عايزين بقى نجيب مين؟ عايزين نجيب الفتحة ديت، دي عرضها 10 والدخول بتاعها 12 والارتفاع ده 9. ركز بقى كده معايا كويس، ركز معايا كويس جدا. الارتفاع ده 9 والمسافة دي 12، يعني المفروض امشي كده مسافة 12 وامشي كده واطلع من تحت مسافة 9. هو ده خط الميل، هو ده الهدف من كل الموضوع يعني. من كل ده عشان عايز اجيب خط الميل ده. طيب انا جبت خط الميل هنا واروح رايح ماشي بيه كده وامشي بيه كده، وعند النقطة دي النقطة دي خلاص كده هيقابلوا بعض. بس يا سيدي امسح بقى الخطوط الزيادة اللي انت ايه مش عايز. طبعا هنا في خطوط زيادة خلاص المفروض ان انا بقطعهم يعني. طيب قبل ما اقطع الخطوط الزيادة يعني يمكن احتاجهم في حاجة، خلي كده معايا. الفتحة دي 10 وتدخل 12. طيب يبقى انا هروح رايح جايب مين؟ 10. نص قطر هنا كام؟ 5. يبقى عندي هنا فتحة كده، بص كده انا هطلع بيها لفوق عشان اجيب على زاوية الميل دي كده الايه؟ 10. المفروض ادخل بيها جوه كام؟ 12. تمام وامشي كده ايه 10 وارجع كده 12. طيب انا دلوقتي عشان اطلع كده في عندي هنا سطح انا مش عارف هو فين، عشان كده لازم ارجع على المستوى اللي بره. عشان كده انا مرضتش امسح الحته دي بس، واخد من دي اطلع بيها راسي ومن هنا اروح رايح ماشي كده عند التقاطع بقى اللي تحت عند الخط اللي تحت ده اطلع اجيبه. طيب الناس هتتلخبط مني معانا معلش. همسح الخطوط اللي هي الزيادة اللي انا قلت ايه دلوقتي، انا دلوقتي مسحتها خالص اهي عشان محدش يتلخبط اكتر ما هو متلخبط. خلاص ركزوا كده معايا بالله عليكم. انا طلعت هنا خدت خط افقي كده، خط الافق كده اللي انا خدته كده لو انا طلعت من النقطة اللي تحت دي رأسي هيتقطع معاه في نقطة، وطلعت من ده رأسي هيتقطع معاه في نقطة. عند النقطة دي هي اللي هتوصلني لدي، وعند النقطة دي هي اللي هتوصلني لدي. خلصت. يا رب تكون اتفهمت والدنيا تكون سهلة. بصوا يا شباب ده مع ده خلاص، ده كده مع ده وده مع ده واضحة. خط ده زيادة، خط ده زيادة، خط ده كده زيادة. الخطوط اللي جوه دي مش هتظهر، امسحها كلها. خط ده خلاص مش محتاجه، الحتة دي كده زيادة مش هتظهر. أتمنى إن يعني إن الدنيا تكون اتفهمت. طيب محتاجين هنا بقى نرسم الدايرة دي اللي هي هتبقى إليبس. الإليبس اللي موجود هنا عشان أرسمه قلت لحضراتكم قبل كده إن إحنا بنرسم مكعب أو مربع آسف. فبطلع كده لفوق 11 وأجي كده 22 بنزل كده 11. يبقى أنا كده رسمت الإيه؟ المربع ده. بقسمه شوف فين المنتصف بتاعه واروح مقسم ده كده واقسم ده كده خلاص. طيب كده اتقسم. بعد ما اتقسم هروح اغير اللون عشان تبقى واخد بالك معايا كده، واغير السمك كمان ونظهره. بتقف عند الزاوية المفتوحة الزاوية المنفرجة يعني، وتقف هنا كده وهنا
وتروح رايح واقف عند النقطة دي وترسم الدايرة الأولى ديت. خلاص خلاص، امسح الخط الزيادة، امسح الزيادة اللي من الدايرة اللي انت مش محتاج لها كده. تمام تمام تقف بقى عند الزاوية المنفرجة التانية، ماشي، وغير اللون، تقف هنا كده، تروح راسم الخط ده. هو ده بس اللي انا عايزه دلوقتي، بس يعني ايه عشان الدرس يكمل. تروح رايح واقف عند بقى نقطة التقاطع دي عشان ترسم الدايرة دي يا شباب، وتمسح الخطوط الزيادة اللي فيها. بس خلصت، امسح يا باشمهندس الخطوط اللي انت قعدت ترسمها دي، ملهاش لازمة بقى خلاص، مش عايزينها. وضحت الفكرة؟ طيب نفس بقى الرسمة دي كده، تروح حضرتك بكل بساطة كده تروح رايح راسمها الناحية التانية هناك كده. فهتاخد دي كده، تروح رايح حاططها هناك كده. خلصت، خدت بالك كده من المنظر؟ بس يا سيدي خلصت الرسمة، خلص الثري دي بتاعنا. وقلت لحضراتكم لو حابين ندلع الرسمة ندلعها، علشان يعني ايه حبايبنا كله. ناخد بس منها كده كوبي، نروح نازلين بيها كده تحت شويتين كده. تمام، وتعالى نلون، يعني نروح قايلين له بقى المستوى ده وده، كل ده في الاليفيشن. عايزك كل ده تعمله لي سوليد وتديه لي لون الاحمر. انت ما رضيتش تعمل ده، ليه؟ في حاجه دي اهو كده. تمام، بعد كده تروح جاي على ده وده وده، تعمل لون الاصفر. تمام تمام تيجي على ده وده، تعمل لي لون الاخضر. بعد كده تروح جاي على ده وده، تعملوا لي باللون الأزرق. وبتيجي بعد كده على ده وده، تعملوا لي باللون الأصفر. كده الرسمة بقت يعني زي الفل، رسمة جميلة محترمة. يعني احنا كده وضحنا كل حاجة، أتمنى إن الناس كلها تبقى فاهمة كل الرسم كده من أوله لآخره. أي حد محتاج أي حاجة شباب ابعتها لي على الواتس، أي رسمة واقفة معاك ان شاء الله نعمل لها الفيديو، وان شاء الله تكون موجوده عندنا في القناه. بشكركم جدا، بسالكم الدعاء، جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.